أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم كما وعدناكم معنا الرائع أحمد حرقان في حشش مع الله الجزء الثاني. أنا بالبداية أريد أرحب بأخوي العزيز أحمد. تفضل أحمد، أهلا وسهلا فيك. أهلا أهلا وسهلا بيك وأهلا بكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك أخي أحمد. طبعا أخي أحمد، بالبداية بدنا نحكي شوي موضوع صفحتنا، اللي طبعا أنت الأب الروحي لنا في حملة إجهر. أنا أخوكم الصغير حبيب. الأخونا الصغير الروحي خلينا نسميك. حبيب قلبي. تسلم حبيبي، تسلم. حبيب قلبي. أحمد، أنت يعني سكرونا الصفحة وشفت خلال 24 ساعة 48 ساعة فتحنا الصفحة، يعني لحد هالساعة هاي كيف بتقيم حملة إجهر؟ الحملة ناجحة جدا وأفضل كتير قوي مما تخيلت، وانتشارها أسرع مما تصورت أنا في البداية، وشيء يدعو للتفاؤل يعني والأمل، وأنا بقيت بعول كتير قوي على الحملة ديت في إن هي فعلا تساهم في التغيير في المنطقة. شكرا أحمد. وبصراحة يعني نحن بداية الحملة، ومثل ما بتعرف أنت أحمد، نحن راح نسوي برامج غير هالبرنامج، يعني هذا البرنامج الوحيد هلا نحن كهيكة بداية. وأنا اتفقت مع أصدقاء لنا تقريبا 4 برامج أخرى راح تكون، يعني غير مع هالبرنامج راح يصيروا 5 برامج ضمن حملة إجهر. وسوينا موقع كمان بمناسبة تسكير الصفحة، سوينا الموقع يعني نبشرهم للمؤمنين الحبايب، نبشرهم انه ما راح تقدروا تسووا معنا شيء، ونحن مستمرين باقين ونتمدد. أكيد حبيبي. وجان، أنا بشكرك على المبادرة بتاعتك بتاعت الموقع. أنت في ثواني أول ما الصفحة اتقفلت عملت لنا الموقع دوت، وبشكرك جدا على المبادرة دي، وبرافو عليك يعني، بشد على إيدك يعني. ولو نحن همنا واحد، جرحنا واحد، جرحنا هو بلادنا للأسف اللي في عصر الانحطاط، ورايدين ننقذ أهلنا وننقذ يعني بلادنا من هالخراب هذا. والشغلة مثل الويب سايت بالنسبة لي يعني هذا أقل 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 شيء واحد إنسان بيقدر يساويه. وأنا يعني مثل ما بتعرف أخي أحمد، أنا فرغت نفسي، فرغت حياتي كلها لهالحملة هي، وماني مستعد أتنازل عنها، وماني مستعد أتراجع نهائيا ولا سنتي لورا، يعني بكل تأكيد هي. نبلش بالحشيش. انا برضو المره الثانيه بقول انا مش ب... يعني انا فعلا انا مش بحشش، ما بحبش الحشيش، ما بشربوش خالص. فبس انا بتابع الحشيش، مع يعني الحشيش الرباني يعني، لان يبدو ان المولى سبحانه وتعالى مش بيتعاطى حشيش، عنده حشيش منه فيه في دماغه. عندنا المعجزه الخالده على مدى الزمن، القرآن الكريم ما بين إيدينا هوت بالضبط هذا القرآن. ونحن يعني ما قصدنا نهائيا انه عم نحشش. انا لا اشرب الحشيش ولا اسكر يعني، وبس الدخان ادخن يعني. واخوي احمد هو لا يدخن ولا يسكر ولا يشرب الحشيش، ونحن قصدنا بمسألة تحشش مع الله. القصد، واخونا احمد يقصد، انه الفكر الخرافي التافه يعني يشبه الحشيش. تفضل اخي، اسف المقاطعه. لا، من اكثر الحاجات جان اللي لفتت نظري في القران، انه هو كتاب بالكامل بيدافع عن فكره اللي هو مش كذاب، ان قائل الكلام ده مش كذاب. فهو ليل نهار عمال يقول انا مش كذاب، انا مش كذاب، انا مش كذاب، انا مش كذاب، انا مش كذاب. ايات اللي هي بتتكلم عن التكذيب والمكذبين واللي هيحصل للمكذبين، لا يعني تملأ القرآن. المصحف اخي جان كما قلت لك في المره السابقه، كتاب صغير مش كبير، كتاب مختصر، ما هوش موسوعه ضخمه ولا مجلد ولا كده، هو ممكن نقول عليه كمان كتيب لو طبع كما تطبع الكتب العادية وبالخط المتوسط الذي تطبع به الكتب،
هيبقى معانا كتيب صغير. الكتاب المشكل المزخرف ده مليء ب انا مش كذاب. هتلاقيه بيقول لك يعرض المشير قال لك يعني يقول لك وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب. ألقي ذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر. ويقول يعني حتى لما بيجي دافع كمان نفسه عن نفسه قصاد التهمة دي تهمة الكذب بيبقى واضح جدا هشاشة الدفاع عن هشاشة الدفاع بالشكل اللي بيأكد لك فعلا ان هو كذاب. يعني في سورة الأنعام على ما أذكر بيقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. يعني هم مش بيكذبوك في الحقيقة هم بيكذبوك مصدقينك ما بينهم وبين نفسهم بس مش بس بيجحدوا المسألة دي علشان خاطر أهداف وأغراض تانية في نفسهم وما قالناش إيه هي الأهداف والأغراض التانية اللي تخليهم يبقوا مصدقين وعارفين إن في نار وجحيم وعذاب منتظرهم ومع ذلك يعندوا ويستمروا في التكذيب. في آيات تانية لما بيقول إن هو يعني في سورة برضو الأنعام بيقول فمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. يعني أنتوا بتكذبوني ده 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 الكذاب ده أظلم واحد في الدنيا. ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء أو قال سأنزل مثل ما أنزل الله ده ظالم ومفتري. أو يقول مثلا في سورة الحق يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لو هو محمد تقول علينا بعض الأقاويل مش هسيبه ده احنا هننفخه لأخذنا منه بالوتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين ما حدش هذا يدافع عنه سيبوني عليه بس لو كان كذاب. فدي الحجة والمبررات بتاعت الطرح ساذج جدا واحنا بقى هنصدقك لما تقول كده. يعني هو ده المطلوب ان احنا نصدقك. وطبعا وعشان خاطر يدعم موقفه ان هو مش كذاب لازم يجيب ادله يجيب ادله على انه مش كذاب. حد مثلا شاف جبريل وهو جاي له بيوحي اليه محدش شاف يقول لك انا شفته ولقد راه بالافق المبين. يعني بيقول لهم بصوا الدليل على ان انا شفته ان ربنا نفسه بيقول ان انا شفته بيقول لهم مش. وبعدين يحلف بقى بطلش حلفان يفضل يحلف 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 طول الليل اذا يغشى والذريات ذروه والطور وكتاب مسطور والسماء والشمس ويحلف بالبلد وبالتين والزيتون وانواع الخضروات والفواكه كلها لا. يحلف ان هو مش كذاب وهو اصلا بيحبش يعني عارف ان الحلف مش كويس يقول لك ولا تطع كل حلاف مهين همازم مشاء بنميم. ده الحلاف ده مشكلته مشكله حلاف كذاب وهو يحلف 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 ليه النهار ان هو مش كذاب. طب ايه الدليل ان انت مش كذاب؟ عشان ربنا قال ان انا مش كذاب. ما هو اوحى الي هو جبريل بان انا مش كذاب ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بضنين. يعني ربنا قال كده ربنا قال ان انا مش كذاب. احنا اصلا ما احنا مش مصدقينك ان ربنا بيقول لك اي حاجه يعني انت فوق. يعني الآيات اللي بيجيبها والبراهين والأدلة اللي بيجيبها وبيطرحها على صدقه لا تتعدى جان إما الحلف والإقسام والتأكيد بكافة أنواعه وأشكاله يا إما الدعاء بأن الآيات عند ربنا. دي الآيات دي مش شغلتي أنا أجيب لكم شو بيانات الآيات عند الله قل إنما الآيات عند الله. وبعدين أحيانا يقول لهم وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. يعني مين قال لكم ان الايات دي جت من تحت هترفضوا هترفضوا كمان؟ يعني يقول لهم لا انتوا 100% هترفضوا لو الايات جت. او يقول لهم انتوا عايزين ايات؟ ده الايات لما هتيجي مش هينفعكم الايمان. ده الايمان مرتبط بانك انت تؤمن على عماك بعمى. لو ما فيش ايمان بعمى مش هيبقى فيه ايات. يقول لك ايه بقى؟ هل ينظرون الا ان ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا تنفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. طيب يعني السؤال هون يعني كيف بدك يعني آمن قبل ما أشوف بعدين لما تجي الآيات هاي يعني أكون مؤمن أو لا مؤمن؟ يعني بعد ما تجي وشفتها ما هو مسمح لي أختار أصلا. يعني مش مسمح لك الإيمان لازم تؤمن بالغيب. الذين يؤمنون بالغيب يعني الهطل العبط
المتخلفين السذج هم دول الذين يؤمنون بالغيب، غير كده انت مش مطلوب من. وبعدين هو بيفترض ان انت هتكذب، يعني بيفترض ان انت لو جات لك ايات هتكذب، ويقول لك وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. ده احنا اصلا كنا عاوزين نرسل بالايات وما احب على قلبنا ان احنا نرسل الايات، ده سهل قوي، ده كده اجيب لك ايات. بس المشكله ايه؟ المشكله يا جماعه ان انا جبت ايات للاولون اللي قبل محمد، وعارفين ثمود ده احنا جبنا لهم الناقه طلعت من الصخره ما امنوش بيها، انتوا هتؤمنوا؟ يقول لهم فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. يعني ايه وما نرسل بالايات الا تخويفا؟ ارهاب. يعني ايه؟ وهو الفكره برضو ان هو ان انت عشان تفهم وما نرسل بالايات الا تخويفا ديت محتاج تحشش، انت محتاج تاخد حشيش بقى بره. حاجه غريبه جدا، يقول لهم القرآن هو معجزة أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، مش مكفيهم القرآن ده؟ هم بيقولوا لك يعني هم بيقولوا لك يا عم الحاج إن القرآن ده كتاب مفترى، أنت نفسك بتقول أم يقولون افتراه، أو يقولوا قالوا افترى على الله كذبا، هم بيقولوا إن الكلام ده مفترى، فأنت إزاي تحججهم بالقرآن؟ أنت إزاي تحججهم بكلام أنت أصلا بيقول مش عارف تثبت إن هو أصلا أوحى إليك؟ القصة كلها إحنا محدش شاف جبريل، فأنت جايب لنا آيات، مفيش آيات، مفيش آيات. احيانا يخترع الايات زي الاسراء والمعراج، يصحى الصبح كده عندي ايه جاهزه، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد ليلا ومحدش شاف، جبت ايه بس محدش شافني وانا بجيبها. طب دي غلطه مين دي اللي محدش شافك دي؟ طب ما انت ممكن ما تكونش فارقت فراشك، يعني نايم على الفراش بتاعك وبتتخيل ان جات لك ايات. فين الايات يا عم؟ عايزين ايات، مفيش ايات خالص. القران كله من اوله لاخره مفيش ايات. احمد اظن يعني حتى بدون ما يتخيل، يعني حتى اذا كان ناوي الكذب، ناوي يقول لهم انه انا سافرت ورحت ويألف القصه تاليف، يعني ما هو شرط يكون جاي هو نايم ولا حلمان، يكون هو يعني مخطط له يحكي هيك، يقول لهم انا اوكي امبارح نمت وفقت وشفت حالي، يعني مشان 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 يقول انه انا عندي معجزات. يعني اظن يعني بهالاطار يعني كذب عن سابق اصراره وترصد مثل ما بقول. تفضل. كذب ساذج جدا، وهو كان انسان ساذج وما عندوش ادنى اي معرفه باي حاجه، وما هوش مثقف، وحاسس كمان بعقده النقص. يعني هو في القران كله هتلاقيه عمال يدافع عن نفسه في حكايه القراءه والكتابه دي، يعني بيعوض ده في ربنا بقى بيعوض له بقى، بيقول لك ايه ولدينا كتاب، احنا عندنا كتاب، يعني ولدينا كتاب ينطق بالحق، احنا عندنا كتاب، خلي بالك ان كنا نستنسخ وما كنتم تعملون، احنا بنكتب خلي بالكم. يعني اذا كانش محمد بيعرف يكتب، لا ده ربنا بيكتب، ده بيكتب كل كلمه بتتعمل، نحن نكتب ما قدموا واثرهم، كل كلمه بنعملها بنكتبها، كلمه وكل شيء احصيناه في امام، وكل شيء احصيناه في كتاب، كتب المطهره، كل كلمه كتب وردت في القران وردت في سياق الدفاع عن عقده النقص اللي عنده دي، اللي هو ما بيقراش ولا يكتب. وتلاقيه ساذج جدا في طرحه، عموما ساذج في طرحه جدا، عايز الناس تصدق بالعافيه، عايز الناس يصدقوا بالعافيه بان اللي يكذبه هيروحوا النار وهيتبهدلوا وهيتعمل كذا، واللي هيصدق ويجيب لك كلام كتير. يعني بص يعني مثلا سوره الليل يقول لك والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ان سعيكم مشت، كل الحوار ده في الاخر عشان يقول لك في الاخر اللي هو فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اللي يصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. كل همه ان الناس تصدقه، كل همه ان الناس تصدقه، ولما بيطرح عليهم الامر ده بيطرح عليهم بمنتهى ما فيش ادله، ومتصور بقى ان كلامه ده مقبول، يعني هو متصور ان الكلام ده مقبول او الناس هتفهمه ببساطه. المشكله ان العرب السذج اللي اكثرهم كانوا جهله ايامه ما انطلاش عليهم الخيبه دي، ما انطلتش عليهم، ده هم وقفوا وقفه جامده جدا ورفضوا كل الكلام بنص القران، قالوا ساحر وقالوا كذاب وقالوا مجنون وقالوا كل حاجه ورفضوه. يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون، قالوا كده، قالوا انت بتألف، بل هو كذاب أشر. لكن اللي حصل بقى ان لاسباب معينه واسباب تتعلق بالفتره الزمنيه ديت ومشكلاتها السياسيه والاجتماعيه وكده، نجح في ان هو يفرض الاسلام من المدينه بالقوه، وبقى في عندنا اجيال من المسلمين اللي لا يرتقوا في اعمالهم لعقلهم لدرجه ان هم يبقوا زي ما من يسمى بابو جهل وابو لهب والناس دي،
وبقوا اقل منهم واسذج منهم، تنطلي عليهم ما لم ينطلي على القرشيين الاميين للاسف الشديد. انطلوا عليهم لان خلاص ورثوها وراثه واتلقنت ليهم فهم اطفال، تم الاعتداء عليهم وغسل ادمغتهم منذ ان ولدوا وحشوها بهذا الكلام الذي لا يرقى لدرجه الهراء. بصراحة القرآن يعني إذا تجي تقرأ مثلا جاي داعية إسلامي، أنا لست مسلم، خليني أكون أقول أنا ماني مسلم، جاني داعية إسلامي قرأ لي القرآن، يعني الإنسان الغير وارث الأفكار هاي وغير جاي بالقوة، صدقني سيشوف راح يشوفها هراء، يعني شو والعاديات ضبحا، يعني شو العاديات ضبحا والموردات قدحا، يعني إله يحلف بأقدام الخيل. و يعني ما سابش حاجة جانا اللي بحلف فيها حبيبي، ما سابش حاجة اللي بحلف فيها، حلف بكل حاجة، حلف بالطور وحلف حلف بكل حاجة، حلف بكل حلف بالحيوانات والنباتات والنجوم والأفلاك، حلف بكل حاجة يقدر يحلف بيها يعني. وده كان حجته. فالكتاب المختصر الكتيب اللي ما بين إيدينا ده هو ده اللي احنا بنشرح فيه، هو ده فيه تكرار الحاجات دي كلها. ده الكتاب المعجز، ده البينة، ده معجزة العالم، ده الكتاب الذي ما فرطنا فيه من شيء، ما فيهوش حاجة خالص. ما تيجي تعمل أي حاجة مفيدة أنت، ما فيش. أنت عارف اتفاقية حقوق الطفل اللي وقعها العالم كله أفيد من القرآن كله على بعضه، كله مليانة مواد ونصوص تقدم البشريه اكتر مليون مره وتضيف لها اكتر مليون مره من ما يضيف الكتاب المعجز دي، ودي اتفاقيه واحده بس، فاهمني؟ القران كله على بعضه ما بيقدمش حاجه. فكره بقى، هو الفكره دي انا بختصر القران في فكره جبريل جالي مش مصدقني ليه، ده اللي مش هيصدق هيروح النار. بالعكس يعني يا ريت يكون ما قدم، يعني يا ريت يكون ما قدم شيء للبشر. هو قدم يعني قدم الدمار، قدم البؤس، قدم التخلف لأهالينا، قدم الانحطاط لهالمجتمع هذا. يعني هذا الشيء اللي قدم القرآن، هو قدم شيء بس قدم شيء سيء جدا للأسف. دستور المسلمين بيقول لهم اقتلوا، يعني بيقول لهم اقتلوا، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، فاقتلوا المشركين حيث جتبوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. ده قدم فعلا أسوأ حاجة ممكن تحصل، اقتلوا، وفعلا هو ده اللي بيحصل. ومشكلة بيستغربوا بقى لما فعلا الناس المسلمين يقتلوا. بوكو حرام لما تمسك الرشاشات تفتح النار على الناس وتقتل فيهم، ولا داعش ولا أي جماعة من الجماعات الجديدة، احنا بنستغرب ان هم بيقتلوا. طب ما هو القرآن بيقول اقتلوا، ومين اللي قال اقتلوا؟ ما القرآن اللي أظهر والدنيا كلها بتمجده وبيطلع على الناس ليل نهار بيقول اقتلوا. انتوا ليه ما تعترفوش بالحقيقة؟ انتوا ليه بتهربوا من الحقيقة؟ يعني ايه اللي بيخلي الناس دي تهرب من الحقيقة؟ هو القرآن بيقول اقتلوا والناس بتقتل، بس يبقى هي الحكاية كلها في القرآن، انتهى. ما فيش داعي لللف والدوران. هو القرآن قال اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. القرآن قال قاتلوا، داعش بتعمل ايه بالقاتلوا؟ قاتلوا في سبيل الله، خلى القتال يبقى في سبيل الله، يبقى انا اقتل اخويا الانسان في سبيل الله. هو شرع للقتال في سبيل الله، يبقى انا كده الله ده مطلق المسلمين عملوه، وانا دلوقتي مطالب كمسلم ان انا اقتل في سبيل الله واقاتل في سبيل الله واحارب في سبيل الله، في سبيل الفكره ديت اللي هي غير خاضعه للاختبار، ما ينفعش نختبر اذا كانت صح ولا لا، يبقى انا ادعي حقيقه مطلقه واقاتل في سبيلها. هو شرع لكده، فتح باب النار على الناس، فتح الجحيم والكراهيه على الناس. هو قال كمان اكره في سبيل الله، الا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم، حتى الابناء ولو او اخوانهم او ازواجهم او عشيرتهم، كله لازم تكره كله. فهو ده القران. للاسف يعني بهالنقطه هاي امبارحه بس قريت خبر على الفيسبوك عنا انه في الرقه شخص قتل امه بتهمه الرده. يعني تصور انسان يجي يقتل امه اللي حملته 9 شهور ببطنه، وبكفي وقت الطلق، وبكفي يعني لما يمرض بالنوم بهالمسائل هاي، ويجي بالاخير يعطيه جزاء يوم يقتله بحجه الرده بالرده. ده هو، ما هو القران اللي قال كده. يعني في سوره التوبه بيقول لهم قل ان كان اباؤكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني بقى لو أنتوا
هتحبوا الناس دي ابائكم وابنائكم واخواتكم وازواجكم اكتر مما بتحبوا الجهاد في سبيل الله والرسول، تربصوا يعني استنوا بقى على اللي هيجرى لكم حتى ياتي الله بامره، حتى ياتي الله بامره. برضو التخويف برضو لو ما عملش كده استنى بقى شوف العالم. وفي مكه ما كانش معاه ادوات سلاح، فكان عمال يهدد بالنار بالنار وعذابها ويتفنن في وصف النار. في المدينه بيهدد بالسيف، بيهدد بالسيف، فضرب الاعناق فضرب الرقاب فضربوا فوق الاعناق وهنعمل وهنخلي في سوره بدر تقاتلونهم او يسلمون. في سوره الفتح بعد ما فتح مكه بقى ستدعون الى قوم يقول بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون، خلاص تقاتلونهم او يسلمون، يا اما القتال يا اما الاسلام. قبل كده في مكه لا كان يقول لك لا سأصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحه للبشر عليها 19 ويوصف في النار بقى وده هعمل فيه عتل بعد ذلك زنيم ان كان زي مال وبنين اذا تطلع عليه اتقول قال اساطير الاولين هننفخه هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا، لكن ما كانش فيه هنعمل السيف ده ولا هنقاتل ولا بتاع. لما بقى فيه سيف وقتال وعزوه ومش عارف ايه بقى خلاص بقى بقى خلاص ناخد العالم مع القران. صحيح القران نفسه لا 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 انا ما جيتش في اي من منذ ان تركت الاسلام جان لم اتي بشاهد واحد من السنه النبوية يعني البخاري ومسلم أو الصحاح، مع أني أحفظها يعني أنا بحفظ البخاري بالأسانيد، يعني بحفظ البخاري بالأسانيد، حفظت القرآن وأنا طفل صغير وكنت بدأت أحفظ البخاري بالأسانيد. أنا عمري ما قلت قال البخاري كذا وكذا، مع أني أحفظ البخاري ما بقولش كده، أنا بجيب من الآخر يعني عشان ما يجيش واحد زي إسلام بحيري يقول لك أصل ده مش القرآن ده البخاري. لا أنا عمري ما خمس سنين أو ست سنين منذ حتى ما جبت الشاهد واحد في أي لقاء أو أي مناظرة من السنة، انتهى عندنا القرآن يكفي ويزيد. بالضبط بالضبط، هو السورس الأساس المصدر الأساسي. طب أخي أحمد يعني في آيات يعني للأسف منحطة إلى درجة أنه تقلب مفاهيم الأخلاق، يعني مثل الآيات اللي تجوز فيها مرت ابنه، كيف تعلق على أنه الإنسان يعني هلا بتهموا الملحدين باخلاقهم وينط على امه وينط على طيب يا خيو قرانك يامر النبي تبعك انه ياخذ يمارس الجنس مع مرت ابنه، يعني الانحطاط لو لاي مرحله يعني في اكثر من هيك انحطاط، شو تعليقك؟ تفضل احمد. ده برضه حادثه موثقه في القران نفسه اللي هي مش هنجيب ادله من السنه وازاي دخل عليها وكانت عريانه واعجبته وقال يا مقلب القلوب وكلام العلماء والمشايخ اللي هو بيحكي قصه رومانسيه العشق الممنوع. لا احنا هنجيب القران نفسه، القران نفسه بيتكلم في منتهى الصراحه وكانه بيكلم قطيع من البهائم، مش ناس هتشغل مخها للاسف الشديد. يعني الرجال في المدينه المنوره المظلمه للاسف اللي ظلمت فعلا ببعث محمد كمم الافواه كلها وخلى الناس تتلقى وتتقبل الكلام ده من غير ما تقدر تفتح بقها والا هتتقتل زي كعب بن الاشرف وغيره لما اتقتل. فكان في مجتمع خايف فكان بيتقبل الكلام ده غصب عنه على مضض ويسكت. سمى الناس دي المنافقين، سماهم المنافقون، المدينه كانت مليانه منافقين. ليه منافقين؟ لانه لو حد اتكلم هيقطع له راسه على طول، انتهى ما عندوش فصال، عنده ميليشيات سرية مسلحة بتروح تغدر وتقتل غدرا، تذبح غدرا. فيعمل ايه بقى الانسان اللي يتلقى النص دوت؟ ينافق، يعمل نفسه مصدق وهو يقول لهم احنا عارفين ان في منافقين، ده ربنا عارف المنافقين واحد واحد، ده خلي بالكم ربنا عارف المنافقين واحد واحد، وهم كانوا عارفين ان ما فيش ربنا ولا حاجة عارف اي حاجة، عشان كده كان بيستمروا في الفقر. وهو كان بيدعي ان هم بيخافوا من ربنا يفضح، بيقول يحذر المنافقين يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما كنتم تحذرون. وما اخرجش حاجه، هو ما اخرجش حاجه مما يحذرون نهائي اطلاقا، ما كشفش المنافقين. ده هم بقى عملوا اساطير في السنه وقال لك حذيفه بن اليمان كان الرسول قال له على المنافقين واحد واحد ومش عارف ايه، كانت عنده لسته وبتاع، ما فيش الكلام ده ما كانش حد عارف مين اللي مؤمن ومش، كله كان خايف زي دلوقتي احنا الملحدين اغلبهم خايفين. فكان النص الساذج اللي هو المفروض ان الناس يصدقوا اللي هو واذ تقول الذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه.
فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يعني هيعمل اللي في دماغه ربنا. فالآية مش محتاجة تفسير جان، الآية واضحة. أنت ابنك جاي اللي هو زيد جاي بيقول لك هطلقها لك عشان عجبتك، فبتقول له لا أمسك عليك نفسك واتق الله وتخفي في نفسك، أنت مخبي في داخلك ما الله مبديه اللي ربنا هيكشفه، وتخشى الناس والله حق من تخشى، خايف من جان وأحمد حرقان والناس دي كلها يجوا آخر اللي كانوا في المدينة الناس تشكك، لا ما تخافش ده ربنا هو اللي أخاف حق الشيء. فلما قضى منها زوجناكها، لما قال زيد منها وطرا طلها زوجناكها لكي لا يكون، ليه زوجناكها؟ بيقول لهم بقى مبرر، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني أنا عايز أحرم التبني وشرع للمسلمين، يعني أنت عملت كل يعني أنت طبقت كل حاجة حبيت تحرمها، طبقتها يعني مثلا بجيت حرمت الخمرة، جبت كاس خمرة في إيد الرسول وخليته يكبها عشان ما يكونش على المؤمنين حرج في، يعني ما طبقتش أنت كل تشريعاتك أنت بشكل عملي عشان ما يكونش في حرج، يعني لا هو بقى التبني بالذات قرر أنه هو يعمل يطبقوا امر واقع عشان ما يكونش عمليه حرج. لا انت عارف القصه الاسهل للتصديق ايه؟ ان يكون محمد عايز يتجوز زينب عشان اشتهاها وحب يتجوزها، دي القصه اللي انا صدقها هنا بعد 1400 سنه من حدوث القصه دي، دي القصه اللي انا اميل اللي دي القصه اللي اي عائل يصدقها واللي في المدينه صدقوا. عشان كده تلاقي سوره الاحزاب نازل فيها الايات دي بتتكلم على المنافقين كتير جدا، ان الله لعن المنافقين، ان الله لعن الكافرين، لا مش عارف، تلاقي الايات دي في المنافقين، وخلي بالك كل الوقت يقول لهم امر الله قدر مفعوله ويبجد في الرسول ان الله ملائكته، بيتكلم من منطلق هنا السلطه بقى، بيتكلم من ثقه السلطه بقى العمياء، ثقه السلطه مع شويه ميليشيات مع شويه ناس منتفعين، عصابه من المنتفعين والصحابه منتفعين، وكانوا الصدق اللي حوالينه كانوا منتفعين، والدليل على كده ان هم اول ما مات شالوا السلاح على بعض عايزين السلطه، واغلبهم كانوا من الصعاليك، يعني كانوا اللي كانوا قطاع الطرق، يعني الصعاليك لما تحالف معهم يعني انتجوا لنا الدستور الكراهيه ما بين السنه والشيعة وخوارج ومش عارف طوائف، يعني بعد ما مات الرسول بدا كله شال السلاح على كله وعملوا لنا بقى ايه، كل واحد مشى بالاسلام بتاعه، كله عايز يعمل فيها محمد، كله عايز يعمل فيها محمد يمشي برضه في نفس الطريقه، عايز يكمل الناس ويقودهم باسم الدين. حصل لنا بقى الكارثه اللي اسمها الطوائف الاسلاميه، ودخلنا من اول ما مات الشخص ده لغايه دلوقتي واحنا العالم الاسلامي في صراعات وقتل واغتيالات وابشع وحياه بائسه احنا بقى انا لنا ان احنا نفوق، احنا خلاص فهمنا دلوقتي، الشباب دلوقتي فهموا ان ديت كانت خدعه كبيره والقران كله على بعضه ما لهوش اي لازمه ولا لهوش اي قيمه، احنا بقى ده دلوقتي بقى دورنا ان احنا نجهر بكده، ان احنا نجهر بكده، نتكلم بقى عشان خاطر الناس كلها تفهم ونتكلم بصراحه، وبعدين فكره هقتلك عشان بتتكلم دي انتهت، مش هتقدر تقتلني، مش هتقدر تقتلني. انت قتلت احمد حرقان عشان هو في مصر دلوقتي، ده انت عندك كتير قوي زيه وسابوا البلاد العربيه، يعني سابوا البلاد العربيه وراحوا بقى في دول يقدروا يتكلموا فيها، وانت بتتكلم من بريطانيا دلوقتي بتوصل للمصري في بيته، بتوصل للصومالي في بيته بالانترنت، فاهمني؟ فخلاص ما عادش في زمن. على ذكر جتني دعوه للعشاء في لندن، تفضل. فلا انتهى يعني، فاحنا هنتكلم بقى ونبدا نفتح بقى الايه، نتكلم بصراحه. اظن الصوت راح من عندك احمد اذا سامعني. صديقنا احمد راح يرجع يتصل فينا اكيد، يعني هو راح، بس للاسف يعني القران جاب كل شيء، جاب ايات كيف محمد ريحه تم محمد، كيف ياكل العسل، جاب ايات كيف ينكح مرت ابنه، ولكن ما جاب ايه واحده تحرم العبوديه اللي يتفشخروا فيها المسلمين، يقولوا الإسلام جاء لينقل الناس من عبودية الناس لعبودية رب البشر وهالحكي الفاضي، ولكن آية واحدة تحرم العبودية ما في. وين 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 تحرير العبودية؟ يعني أهم شيء، يلا بس يرجع أخونا أحمد أكيد راح أسأله على مسألة العبودية. أخي أحمد أنت معنا؟
أظن لسه الأخ أحمد لسه ما معنا. فأحمد لسه، بس أرجع أتصل فيه على الفيسبوك بلكي. دقيقة واحدة بس، آسفين على الانقطاع هذا، آسفين كثير على الانقطاع هذا. في رسالة أكيد من أحمد. يلا دقيقة ارجع اتصل، أنا يقرأها على السريع. أحمد، أحمد معنا أنت؟ طيب أرجع أنا أتصل فيه بلكي. آسفين كتير أعزائي المشاهدين على الخلل الفني، أظن النت شوي بمصر ضعيف، لذلك هو مصر ضعيف لذلك هو تمام. أحمد عم بيقول لي إنه هو متصل. أنا متصل. تمام، آسفين. تفضل أحمد. تمام. إحنا كنا بنقول، فإحنا لا فإحنا يعني طالما ما فيش خوف جان، خلاص يبقى يعني أنا بتوقع نهاية قريبة جدا للبؤس اللي إحنا فيه ده. بكل تأكيد، بكل تأكيد. أنا بس كنت عم بحكي وقت انفصلت، كنت عم بقول للسادة المشاهدين إنه الإسلام، ويتبجح المسلمين إنه الإسلام جاء ليحرر الإنسان من عبودية الإنسان، ليرتقي لعبودية رب الإنسان، وهالحكي هذا اللي الأسطوانة المشروخة للأسف. ولكن ما جاب ولا نص آية ولا كلمة بتحرير العبيد، يعني انه حرروا العبيد، يعني مثل ما حرم الخمر جاب له آية لريح التم محمد ولمرت كيف يتزوج وكيف، بس ما جاب آية واحدة انه حرروا العبيد، وهي اهم شيء في الفيلم. انا اعتقد يعني اهم رسالة، لازم اهم رسالة إنسانية اذا كان الدين اللي يتبجحون انه جاء للإنسانية. شو تعليقك؟ تفضل أحمد. لا بالعكس، ده هو القرآن كرس للعبودية بأوقح أشكالها. ده أنت عندك في سورة النور بيقول وأنكحوا الأيامى منكم والصالحون من عبادكم وإمائكم، من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني عبادكم وإمائكم. وبيقول تاني في آية تانية، ده في آية بقى في سورة النور يقول لك ولا تكرهوا فتياتكم، يعني الأماء على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، يعني ما تكرهوش الإماء على البغاء اللي هي تمارس الجنس عشان تاخدوا من وراها فلوس، ما تشغلهمش في الدعارة، يعني إن أردنا تحصنا لو هم عايزين يتحصنوا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا عشان عايزين فلوس، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يعني اللي هيكرههم بالشكل ده فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فده ده هو القرآن، يعني أقصى ما حققه للأمة إن هو قال يعني يا جماعة بلاش تكرهوا الإماء على البغاء، ما تشغلهمش في الدعارة، بلاش، هو مش محبذ حكاية تجارة الرقيق الأبيض ولا كده، مش محبذ، لا مش محبذ إكراه، يعني إن أنت تاخد الأمة وتشغلها في الدعارة، بس أنت تمارس أنت بس بنفسك الجنس معاها، يعني يعني تغتصبها والله غفور رحيم. تغتصبها لكن ما تجيبش الناس تغتصبها وتاخد فلوس عليها، يعني واللي هيعمل كده فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم، يعني ربنا هيغفر، يعني هيغفر للاماء دولت، يعني الاماء اللي عملت كده هيغفر لهم ان هم ناموا مع حد غير اسيادهم، يعني او في فهم تاني ان ربنا هيغفر للي عمل كده، يعني الاثنين اسوء من بعض بالمناسبه، يعني مش حاجه يقول لك انت فسرتها على انه هيغفر
للإماء وهو قصده هيغفر للسادة اللي أكرهوه. لا، الاثنين أسوأ من بعض. لو هو هيغفر للإماء، يعني لو هو هيغفر للإماء يبقى أهبل وعبيط، لأن أصلا الإماء ما عملتش حاجة ذنب عشان يغفر لها. يغفر لها إيه؟ ده هي طلع أدينها يعني. ولو قلت إن هو هيغفر للناس دي برضو أنت أهبل وعبيط، إن أنت بتغفر حاجة جريمة بشعة زي كده بمنتهى البساطة يعني. يعني مثل يجي مجرم يقتل قتيل يقول والله اوكي انا بدي اغفر للقتيل، يعني عشان كده احنا بنقول حشش مع الله، ده التعبير المناسب. اين المنطق؟ وين صف المنطق يعني؟ كيف فهمني يعني، بس المنطقيه بهالهراء هذا. طيب احمد، في القران، انا ما بعرف اذا انت محضر شيء برنامج تمشي عليه، بس في بالقران هلا المكافأة للشخص المؤمن المسلم، يعني دائما بتلاقي المكافأة جنسية بأغلب القرآن، المكافأة جنسية أو مادية، مثلا مادية بهالحياة، بس الجنس أخذ حيز كبير من القرآن. إذا تعطينا هيك فكرة وتحكي لنا عنها، تفضل. هو القرآن طبعا بيتمادى في وصف ما أعده الله للرجل، خاصة الرجل يعني، المرأة لا، من حياة جنسية سعيدة بعد ما يموت في الجنة. فبيوصف الحور العين بالتفصيل، بيقول مثلا كواعب أترابا، كواعب يعني نواهد، يعني صدرهم كبير، أترابا يعني في سن واحد، شباب لسه يعني في غضة الشباب، كأنهن بيض مكنون، كأنهن الياقوت والمرجان، مقصورات في الخيام على سرر. فبيعمل لك إغراء بقى، إغراء كرجل يعني. الأنثى لا، ملهاش الكلام ده، ما عندهاش الموضوع ده. طب أين العدالة الإلهية؟ يعني أنت هتمتع ليه ما وصفتش ما عده الله من رجال للمؤمنات في الجنة؟ مفيش. هو لا يبالي بكده، لأن البيئة اللي هو كان بينتمي ليها كانت المرأة فيها مهضومة وما عندهاش أي يعني حقوق ولا أي حاجة. في آية بتقول إذا خفتم أن لا تعدلوا فانكحوا. يعني كيف تبقى تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فسر. ده تأثير الحشيش ولا مش تأثير الحشيش؟ أظن هو سطل الويسكي يعني، وما يعني شو علاقة انه ما تعدلوا بين اليتامى ولا شيء، تنط بعدين انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع او ما ملكت ايمانكم، يعني شو علاقه الفصل الاول بالفصل الثاني؟ يعني اذا ما عم تعدل بين الايتام ولا تجي تنكح، يعني كل نائم بما فيه ينضح. انت تلاقي القران كله مليان الفاظ حوالين الجنس، اتيان المرأة، الوطء، الجماع، الجنس، النكاح، كل الكلام ده موجود في القرآن بقى بشكل كبير. يعني لو كتبت انكحوا أو كلمة اتيان أو ائتهن أو فأتهن من حيث أمركم الله أو كذا، هتلاقي آيات كتير جدا بتتكلم على العملية الجنسية دي يعني. بدون مبرر صراحة يعني في آية البقرة بيقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. يعني أنت سبت كل يعني أنت كلمت في كل حاجة وأحصيت كل المواضيع، ما فضلتش غير أنت تعلمنا إزاي ننكح وقدموا لأنفسكم. يعني ما عرفت ده الإنسان بيتولد عنده غريزة دي، القطط في الشوارع بتعرف تعمل كده من غير أي حاجة، ما تيجي وقدموا لأنفسكم. والله كل الناس بتقدم لنفسها يعني، فاهمة الحوار ده، فاهمة إزاي تعمل الجنس يعني، مش محتاجينك يعني، أنت يعني مش محتاجين تقول كده يعني. انت سبت كل حاجه، كلمت في كل القضايا، كلمت عن حقوق الطفل، طيب انت في القران كلمت حاجه عن التربيه، قلت حاجه عن التربيه، كيفيه التربيه مثلا، ما قلتش حاجه انت عن كيفيه التربيه، ما تكلمش انت في اي حاجه عن علم الاجتماع، ما تكلمش حاجه عن علم النفس، ما تكلمش حاجه، ده كل كلامك في ما يتعلق بالنفس
كلام اصلا سيكولوجيا في الضياع. يعني انت لما تيجي تقول مثلا قتل الانسان وما اكفره، ان الانسان لظلوم كفار، تقعد تشتم في الانسان، في الانسان، هل ده نموذج سوي من الناحيه النفسيه؟ هل ده طرح سوي؟ هل ده خطاب سوي من الناحيه النفسيه؟ هل ده بيفيد الانسان ان انت تقعد تحسسه بان هو لا قيمه له، وانه ان عرضنا امانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلما جهولا؟ ده انت تقرا القران تحس ان انت بتكره نفسك ان انت بقيت انسان. صحيح. يعني هو يعني مثل واحد اعطاك شغله بيمننك فيه على طول، يعني انا اعطيتك الحياه وانت واحد حقير وواحد ندل وواحد وواحد هيك وواحد هيك، يعني بحسسك انه انت لا شيء، انت يعني سخيف. وشعور الخصوصي المسلم، يعني انا من مجتمع مسلم بشكل عجيب، يعني مؤمن ومتمسك بالدين بشكل عجيب. الانسان المؤمن دائما دائما في حاله شعور بالذنب في كل لحظه بحياته، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، بتلاقي مهووس بهالمسألة. يعني بيعبد جلاد يا جان، بيعبد جلاد، بيعبد بالضبط جلاد بالضبط، يعني بيعبد واحد بيقول ان البشر كلهم اغلبهم ما فهمش الخير، واغلبهم هيتعذب في النار وهيخلد في العذاب، واغلبهم مش كويسين. يعني وما اكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، انت لو حرصت على الناس كلها مش هيبقوا مؤمنين، وان تطع اكثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله، اكثر من في الارض. هو بيعتبر اكثر من في الارض دي كلها في ضلال مبين، وهيدلوك عن سبيل الله، وبتأمرين على الشخصيه المحمديه يدلوك عن سبيل الله. وما اكثرهم بمؤمنين، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام تنذرهم لا يؤمنون. يقول لك ايه، ولو شئنا اتينا كل نفس هداها ولكن حق القول من لاملأن جهنم. ده مصمم بقى، مصمم، فبيعادي الانسانيه وبيعادي الانسان معاداه صعبه جدا. فهو ده خطاب القران، نكاح، كراهيه، وعيد المكذبين، قتال من اوله لاخره، ما فيهوش اي حاجه تانية مفيده، اي حاجه تانية مفيده ما فيش للاسف. يعني ممكن كلمتين ثلاثه في القران كله تطلعهم مفيدين، يعني كلمتين ثلاثه للانصاف، يعني كلام عام ما يعني ملهوش اي واقع. كل ايات القران بتناقضه، مثلا بيقول لك ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعزكم على انت بتامر بالعدل والاحسان، فين العدل في اللي انت بتقول؟ انت كل الكتاب بتاعك بطش وظلم، انت كل الكلام بتاعك بطش وظلم، فرقت ما بين الناس على اساس على العقيده، وايتاء ذي القربى، ما انت بتامر بايتاء ذي القربى هنا وبتامر بكراهيتهم هنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله. يتأذي القربة المؤمنين بقى، يبقى خليك صريح بقى، ويتأذي القربة من المؤمنين، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ده كل اللي انت بتأمر بيه فحشاء، انت بتأمر بأسوأ انواع الفحشاء. وايه الفحشاء من وجهة نظرك؟ اللي اذا كان اللي قتل الناس وكراهيتهم واستعبادهم بالشكل ده. بالضبط. يعني الله، يعني حتى مرات اظن مرات يعني يحكي كلام، فقط انه يحكي كلام، هذا مثل القارعة. وما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ طيب فهمنا من البداية يعني شو نزل القارعة ويقرأ. القارعة والحق والواقعة، القارعة والحق والواقعة والجاثية كل ده أسماء يوم القيامة، يعني كلها تهديد، كلها إرهاب، كلها إرهاب. القارعة وما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يعني تكون الجبال كالعهن المفروض تكون وتكون وإذا الجبال سيرت، وإذا العشارة عطلت، وإذا وحوش حشرت، والدنيا هتتطربق، ومش عارف ليه كده. أنت في إيه بالظبط؟ مش فاهم أنا. تهديد للأسف، وهي نتيجته واضحة على الناس، على بؤس الناس. يعني أنا واحد الناس، والدي كان يشتغل طول النهار بأعمال شاقة يعني، وبالليل يبكي قيام الليل، يبكي قيام الليل. يعني رجل ما بعرف يعني مخروبة حياته كاملة بسبب هالقرآن هذا وهالدين هذا. للأسف أنا عشت 27 سنة من حياتي كده يا جان، عشت 27 من حياتي بالشكل ده. للأسف صيام بالنهار وقيام بالليل وتعبد، وكنت عايش في مكة،
عايش في الحرم تقريبا. انا كنت عايش في الحرم يعني معظم حياتي في مكه، معظم وقتي قضيته في الحرم نفسه مش في البيت. فكنت عايش في تعبد وتامل في القران ده وتدبر وما الى ذلك طول حياتي. فهو ده اللي مخليني يمكن شديد قوي او عنيف في انتقاد النص ده، لان انا حاسس بالم وحرقه وحاسس بغبن شديد، او لان انا ضيعت كل الوقت ده مع النص الساذج ده، او مصدق شخصيه تاريخيه من أسوأ الشخصيات للاسف الشديد. للاسف اخي احمد مو وحدك بهالموضوع، يعني انا بلاحظ كثير من اصدقائنا الملحدين، خصوصا اللي ملحد جديد، بتلاقي كم الغضب عنده عالي جدا ضد هالتعاليم هي، لانه كان سبب انه يفني حياته في هراء وفي مثل ما بقول يعني حياة نكتية الى ابعد الحدود. وغير هيك يعني هل هالتعاليم هي انا بالنسبة لي انا لم اؤمن نهائيا، ولكن مع ذلك يعني اثرت حياتي، لا يجب ان تكون غير هالحياة لو لم تكن هذه التعاليم. يعني المجتمع هذا اللي امن بهالقرآن هذا جعلني واحد منه، جعلني في الحضيض، يعني حتى إذا في عندي طاقات إبداعية شيء قتل لي إياها. يعني كل إنسان عاش في 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 ظل الإسلام، في ظل تعاليم الإسلام، حتى إذا ما كان مؤمن فيها حياته مدمرة، وحياة مجتمع كامل مدمرة للأسف، مجتمعات للأسف. تمام حبيب قلبي، أعتقد كده مش عايزين نطول على المشاهدين أكتر من كده. مثل ما بدك. انا بس كمان في موضوع الجهر، يعني بدي اياك كلمه تشجيعيه للناس. يعني انا بصراحه انا متشجع جدا للحمله، ومثل ما وعدت المشاهدين كل يوم حلقه ساعمل، ولن اتوقف نهائيا. ونحن اهل الشجاعه، ونحن اللي اخترعنا الشجاعه ونهائيا. وانا بتمنى كل صديق يراسلني، ومهما كانت فكرته أهلا وسهلا فيه، تفضلوا معنا. وإذا في عندك مثلا أفكار ممكن تساوي برامج معنا، ممكن تساعدنا بالحملة، نحتاج لمترجمين لكل اللغات إذا أمكن. يعني بس نحن هلا مركزين على الإنجليزي، ومحتاجين لمترجمين، محتاجين لأديتر للفيديوهات، محتاجين لكل أنواع. اللي في عنده إمكانية يا شباب يتصل فينا يقول عندي هالإمكانية هاي، أنا ممكن أساعدكم. ويا ريت كلتنا نجمع بإيد واحدة ونقدر نساوي شيء. تفضل أحمد. تمام، احنا أنا زي ما قلت لك في أول حلقة متفائل جدا بالحملة دي، وإحنا مستمرين. يمكن حتى أول ما اتقفلت الصفحة اشتغلنا على الصفحة الاحتياطية، وبعدين استعدنا نعمل صفحة واثنين وثلاثة وألف ومليون، ونبدأ من جديد كلما توقفنا. ودلوقتي بقى عندنا موقع بفضلك جان على الانترنت، ونقدر كمان نطور الموقع ده أكتر وأكتر بلا حدود، وما عندناش أي سقف في طموحنا غير تغيير المجتمعات الإسلامية بالكامل، وإنقاذ المسلمين من هذه الديانة المستبدة، الديانة المتخلفة للأسف، الديانة المنحطة اللي جعلت أتباعها في 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 ذيل الأمم، في انحطاط يعني غريب عجيب لم يشهده التاريخ أصلا. يعني أخي أحمد أنا بشكرك كثير، وأظن يعني حلقتنا أخذت مثل ما بقولوا يعني حلقة كانت مفيدة، وأتمنى تكون مفيدة وممتعة للمشاهدين. كلمة أخيرة بتحب تقولها للمشاهدين؟ شكرا للمشاهدين على صبرهم معنا، ونتمنى أن كل مجاهر في الصفحة ديت ان هو يشارك بالفيديو مع جان، ويسجل معاه في الحلقه دي ويقول افكاره. الافكار اللي انتوا بتقولوها ديت بتغير فعلا الناس بشكل انتوا مش متخيلين. صحيح صحيح، شكرا لك اخي احمد. وانا اشجع كل اصدقائنا، يا جماعه خلونا نجهر، خلونا نوصل صوتنا. يعني بكفي بلادنا شايفينا، يعني نحن كل مشروعنا كل عملنا انه نوقف شلال الدم اللي حاصل ببلادنا بمجتمعاتنا، حتى البلاد اللي ما فيها حروب. يعني بكفي هالانحطاط هذا اللي عايشينه والظلم من راسنا لأساسنا يعني للأسف. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لك أخي أحمد،
ونلتقيكم غدا، نلتقيكم غدا مع الأخ أحمد فؤاد مع سيرة محمد الجزء الثاني بنفس الموعد. خلوكم معنا وتابعونا، وشكرا لوجودكم. شكرا أخي أحمد. مع السلامة. شكرا جزيلا. مع السلامة. اللقاء.